في هذه الجولة الصحفية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ علي السيد رئيس تحرير المصري اليوم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نبدأ من المصري اليوم برضو. المصري اليوم تخترق الحظر داخل مدرعة العريش مدينة أشباح، أصوات المصفحات والطلقات التحذيرية تكسر سكون الليل وسيارات الأجرة بلا ركاب. احكي لنا تفاصيل أكتر عن مغامرة المصري اليوم هناك. هو الحقيقة احنا عندنا مجموعة من الصحفيين، حوالي يعني فريق عمل 4 صحفيين تقريبا، بنتابع كل ما يحدث في سيناء. هي في حالة تقريبا حالة حرب كاملة متكاملة. الزملاء تابعوا عمليات الإخلاء وعمليات حظر التجوال في المدينة. كان طبعا صعب ان هم ينزلوا الشارع الا مؤمنين، فليتابعوا عملية الحظر ودقتها ومدى نجاح الحظر كان لابد انهم يكونوا من خلال احدى المدرعات. يعني هي الحقيقة القوات المسلحة بتؤمن الصحفيين بشكل ممتاز في سيناء، لأنه يعني أي صحفيين ممكن يعملوا في سيناء ممكن يتعرضوا لمخاطر كبيرة. صحيح. جدا. تابعنا بشكل دقيق عمليات الإخلاء للمنطقة الحدودية وعمليات التعويض اللي بيحصل عليها المواطنين، حتى يعني أي شكوى من المواطنين بنعرضها بشكل سريع. واعتقد انه في استجابات كبيره جدا، حتى الردود اللي بتاتي من القوات المسلحه انه اي حد عنده مشاكل في التعويض بتتحل. نعم. بتتحل بشكل سريع. طيب لو حصل لا قدر الله انفجار وانتوا هناك هتغطوا؟ طبعا احنا موجودين، طالما الصحفيين موجودين احنا بنغطي. احنا ما بناخدش، يمكن بعض الناس بيعتقد انه البيانات اللي بتطلع من القوات المسلحه هي بس فقط لا غير اللي بتتاخد، لا احنا بنعمل جولات ميدانيه. الناس الصحفيين قابلوا كل الناس تقريبا. طيب. اللي هم عملوا اخلاء وقالوا لهم مشاكلهم. انا ليه بسال السؤال ده؟ لانه احنا بدانا الحلقه بفقره عن البيان اللي اصدرته المبادره المصريه ردا على البيان اللي اصدره رؤساء التحرير عن دعم الصحافه والصحفيين للجيش وللدوله ضد الارهاب. انا هسال سؤال واحد وننتقل الى موضوع اخر. ليه البيان ده؟ يعني انتوا بتتعاملوا من منطق المهنه، يعني انتوا ما بتخرجوش عن حدود المهنه، فكانت الرساله والبيان لمين؟ كان للناس؟ كانوا للسلطه؟ كانوا لصحفيين؟ مبدئيا الحقيقه الحادث اللي حصل في سيناء كان حادث كبير جدا، والصحفيين بشكل عام ويمكن حضرتك شعرتي انه الحادث ده حادث ضخم جدا، يمكن يكون اكبر حادث. صحيح. من حرب اكتوبر وحتى الان. طيب. ادى انطباعات بانه في حاله حرب حقيقيه بيدخلها الجيش المصري، وانه في اللحظه دي كلنا كنا منفعلين، كلنا كنا لازم يبقى في موقف من الصحافه. لما اجتمع رؤساء التحرير كان الكلام كله عن انه لازم نساند الجيش ولازم نساند. بس يعني ايه مسانده الجيش؟ هو الحقيقه انه ان احنا ندعمه، وانه اي بيانات تحاول زرع فتنه بين الجيش والشعب او انها بس ده خبر، يعني لو في بيان صدر عن جهه ما ده خبر، نشرك ليه مش معناه ان انت معاه. صح؟ لا طبعا، هو الحقيقه احيانا بيبقى في بعض الاوقات اخبار بتبقى ممكن تكون ضاره، في اوقات معينه يبقى نشر الخبر يزيد الضرر. يعني تنشري خبر عن حتى لو كان صحيح؟ احيانا حتى في حاله الحروب، حتى لو صحيح، يعني في حاله حرب حقيقيه حتى لو ده هياثر على معنويات الجنود يبقى لازم ما يتنشرش، لان اذا كنت مؤمن بانه ما يحدث في سيناء حرب، وانا شخصيا مؤمن بانها حرب، وحرب ليست سهله وليست بسيطه. نعم. بالتالي اي خطوات استثنائيه في هذه اللحظه لازم يعني تبقى خطوات ما هياش خطوات للحد من حريه الصحافه، انما الظرف هو اللي بيفرض ده.